سلام، هنواصل في الجزئية الأخيرة من التيوبيلر فانكشن اللي هي بتتكلم عن البالك فلو أو البري تيوبيلر ري أبزوربشن. محاضرة بسيطة وخفيفة، طولنا في التيوبيلر فانكشن، لكن زي ما قلت التيوبيلر فانكشن هو البيز في الرينال فيسيولوجي. أتمنى يعجبكم بارت 3 من التيوبيلر فانكشن وركزوا معي. أول حاجة نتعرف على البالك فلو، والمصطلح ده جاينا من وين؟ قلنا البالك فلو نقدر نستبدله بالبري تيوبيلر ريابزورشن، لكن لازم نعرف مصطلح بالك فلو جايين من وين. لما أقول بالك فلو ما مقتصر ليه على البري تيوبيلر ريابزورشن، بالك فلو مصطلح بطلقه عامة كده على أي بروسيس بيحصل ليه فيها نقل للبروتين، سواء عن طريق سواء حصل له ريابزورشن أو فلتريشن في different cellular compartment. فلو تحصل عندي الكلام ده بقدر أقول العملية دي هي bulk flow. بعد ما تعرفت على bulk flow باختصار كده، أدخل طوالي في peritubular reabsorption ومعادلات والكلام. peritubular reabsorption بيشبه لي شبه إلى حد كبير glomerular filtration rate، نفس الفيزيكال فورسز، اختلاف بسيط بس عندنا قوة رابعة. الاختلاف الثاني كان هناك عندي الهدف انه يحصل لي فلتريشن، فكل المصطلحات كانت عندي فلتريشن كويفيشنت، فلتريشن فراكشن، كل الكلام كان مربوط بفلتريشن. هنا الهدف انه يحصل عندي ري ابزوربشن، فنفس المصطلحات هتتحول عندي لفلتريشن. فهلقى ريابزوربشن كونستانت هتتحول عندي لريابزوربشن، هلقى ريابزوربشن كونستانت ريابزوربشن كوفيشنت الى اخره. عند القانون العام نفس القانون السابق، اللهم الاختلاف انه هنا ريابزوربشن، فالريابزوربشن هو الريابزوربشن كونستانت، سوري هنا عندنا مخطوطه اف على انها فلتريشن لكن هي ار لري ابزوربشن، مضروب في النت ري ابزوربشن فورسز. الفورسز هي نفسها الفورسز الفيزيكال فورسز المعروفه عندنا. هنا عندنا دايجرام او مايند ماب بيوضح لي النت ري ابزوربتيف فورسز والدلالات حقتها، وكل واحده شغلها بيكون شنو. اول حاجه نشوف التو سايد، التو سايد الموجودة هنا عندنا على عكس زي ما تكلمنا في الجلوميرولار فلتريشن ريت، التو سايد كان عندنا الجلوميرولار كابيلوري بالإضافة للبومان، والسايد الثاني البومان كابسل. هنا التو سايد اللي هم البريتيوبيلار كابيلوري والرينال انترسيشيوم. فالبريتيوبيلر كابيلوري هيكون عندها تو فيزيكال فورسز، زي ما كان عندنا للجلوميرولر كابيلوري تو فيزيكال فورسز اللي هم الهيدروستاتيك بريجر والانكوتيك بريجر. الهيدروستاتيك بريجر زي ما قلنا سابقا ان القوه اللي بتكون مرتبطه لي بالفلويد الموجود في الكابيلوري، او القوه المبذوله على الوال اوف ذا كابيلوري، فدي بنقول عليها الهيدروستاتيك بريجر. دائما الهيدروستاتيك بريجر قوة بتعمل لي عكس الري ابزوربشن، اي بتمشي في اتجاه الفلتريشن. فقلنا الفلويد الموجود عندي في الكابيلاري بتعمل لي ضغط على الوول، محاولة انها تطلع من الوول، فهي دائما ما بتحاول تكون داخل الكابيلاري، بتحاول تطلع منه، يعني ماشي في اتجاه الفلتريشن، او نقدر نقول هنا اوبوزيت للري ابزوربشن لانه ده هدفنا هنا اللي هو الري ابزوربشن. القوه دي تقريبا بتساوي لي 13 مليمتر زئبقي. نجي للقوه الثانيه الموجوده في البريتيوبيلر كابيلاري، هي بتشتغل عكس دائما الهيدروستاتيك بريجر اللي هي البريتيوبيلر كابيلاري اونكوتيك بريجر، ودي نتيجه للبلازما بروتين الموجود عندي في البلازما. فدي القوة دي بتبذلها ليه خاصة الألبيومين. فالألبيومين بيحاول إنه يجذب الفلويد في اتجاهه، فجذب البلازما بروتين الموجود في البريتيوبيلر كابيلوري في اتجاهه هيولي له قوة الأنكوتيك بريجر، فهيعمل لي ري أبزوربشن بقوة 32 مليمتر ميركوري. ده بالنسبة للبريتيوبيلر كابيلوري.
نجي نشوف الأذر سايد اللي هو الرينال انترسيشيوم. بالنسبة للرينال انترسيشيوم هنشوف الفلويد الموجودة في الانترسيشيوم أكيد عندها قوة، فبنقول عليها الهيدروستاتيك بريشر. وإحنا قلنا الفلويد دائما بتحاول إنها تطلع من المكان الموجود فيهم، فهي قاعدة في الانترسيشيوم فهي بتحاول تطلع من الانترسيشيوم تمشي للبريتيوبولار كابيلاري، فبالتالي بما إنها عايز تمشي من الانترسيشيوم للكابيلاري فهي ماشية في اتجاه الري أبزوربشن، فهي بتعمل لي فيفورين للري أبزوربشن بقوة 6 مليمتر ميركوري. هنا القوة الثانية في الرينال انترسيشيوم هي الانكوتيك بريجر، وده الفرق بين البريتيوبولار كابيلوري فيزيكال فورس والجلوميرولر فلتريشن فيزيك جلوميرولر فلتريشن ريت فيزيكال فورس. هناك ما كان عندي للبومان كابسل، البومان كابسل ما كان عندها اي انكوتيك بريجر لانه اصلا ما بيحصل فلتريشن للبلازما بروتين او الالبيومين. لا هنا لكن نتيجة للريابزوربشن اوف امينو اسيد هتتولد عندي للامينو اسيد هتتولد عندي قوة للامينو اسيد الموجودة دي من الانكوتيك اللي هي في نهاية الدين الانكوتيك بريجر. وقلنا دائما البروتينز دي او الالبيومين او كده بتحاول انها تسحب لي الفلويد في اتجاهها، بما انه سحبت الفلويد في اتجاهها يعني من البريتيوبولار كابيلوري في للرينال انترسيشيوم، بالتالي ماشي اوبوزيت للري ابزوربشن بقوه 15 مليمتر ميركوري. هنجي نوضح الكلام ده اكتر في الرسمه الجايه، لكن بعد ما نتعرف على النت بريجر سواء للهيدروستاتيك واللونكوتيك والري ابزوربشن عامه. بالنسبه للنت هيدروستاتيك بريجر هنشوف الهيدروستاتيك الموجودة في البريتيوبولار كابيلوري وفي الرينال انترسيشيوم. فالهيدروستاتيك بريجر في البريتيوبولار كابيلوري اللي هي 13 وفي الرينال انترسيشيوم 7. فلما نجيب الفرق بيناتهم جبنا الفرق من وين، نرجع تاني هنا كان عندي الهيدروستاتيك بريجر ماشيلين في عكس الري أبزوربشن، فأنا قلت الهدف عندي الري أبزوربشن، فبيكون عندي ماشي في الاتجاه المعاكس بالنسبة للفيزل بثبت إشارة موجبة موجبة. الكلام ده شرحناه في الفلتريشن ما في داعي نتطرق له أكتر هنا، فبالتالي أجيب الفرق بيناتهم اللي هم 13 وان 6 هتجيني بال 7 مليمتر ميركوري. ده جبت النت هيدروستاتيك بريجر. بنفس الطريقة أجي أشوف النت أنكوتيك بريجر برضو بالفرق بيناتهم، أنكوتيك بريجر في البوت سايد سواء بريتيوبولر أو رينال انترسيشيوم. الفرق بين الاثنين 32 وال 15 اللي هو 17 مليمتر ميركوري. بعد ما جبت النت هيدروستاتيك اللي طلعت لي 7 والانكوتيك اللي طلعت لي 17، اجي اجيب الفرق بين النت هيدروستاتيك والانكوتيك بريجر عشان اجيب الري ابزوربشن عامه. فهيكون عندي الفرق بين 17 وال 7 اللي هو 10 مليمتر ميركوري، هو نفس تقريبا نفس النت فلتريشن بريجر في الجلوميرولر فلتريشن او الجلوميرولر فلتريشن ريت او الجي اف ار، يعني نفس القوه اللي عملت لي الفلتريشن هي نفس القوه اللي هتجي تعمل لي الري ابزوربشن. هنا الكلام اللي قلناه قبل موضح عندي في رسمه. بالنسبه للبريتيوبولر كابيلوري عندي هنا الهيدروستاتيك بريجر اوف هيدروستاتيك بريجر اوف بريتيوبولار كابيلوري اللي هي جاتني بس 13 قلنا، والانكوتيك اللي هي 32. الانكوتيك بريجر هنا عامله لي فيفور للري ابزوربشن، الهيدروستاتيك هي ماشي اوبوزيت للري ابزوربشن.
يعني اتجاه الاسهم زي ما ملاحظ عندي. اجي للرينال انترسيشيوم، اجي اشوف الهيدروستاتيك بريجر اوف رينال انترسيشيوم اللي هو السكس ماشي ليه في اتجاه الريابسوربشن، والانكوتيك بريجر اللي هو الفيفتين مليمتر ميركوري ماشي ليه اوبزيت للريابسوربشن. فالعمليه كلها على ان اعمل النت ريابسوربشن بريجر، بقول عليها البلك فلو عشان تدخل لي السوليوتس اند ووتر للبريتي كابيلر، ويحصل عندي كومبليت ريابسوربشن. في البداية تعرفنا على معادلة الريابسوربشن، قلنا هي ريابسوربشن كوفيشنت او ريابسوربشن كونستنت مضروب في النت ريابسوربشن بريجرز. اتعرفنا عن النت ريابسوربشن بريجر وعرفنا القيمة وعرفنا الفيزيكال فورسز التابعة عليها. نجي نشوف الريابسوربشن كوفيشنت هي نفس اشنو. برضو زي في الجلوميرولر فلتريشن ريت هما نفس الفورسز اللي هما البيرميابيليتي او الكوندكتيفيتي، والعامل الثاني التوتال سيرفيس اريا اوف بيريتيوبولر ريابسوربشن. هنجي نشوف العاملين ديل وهنتعرف عليهم بصورة اوضح. فالعاملين ديل كل ما كانوا عندنا هاي كل ما زاد عندي الفلتريشن كوفيشنت سوري الريابسوربشن كوفيشنت، وبالتالي هيزيد عندي الريابسوربشن عامة او البريتيوبولر ريابسوربشن او البلك فلو. البرميابيليتي هي خاصة بالبريتيوبولر كابيلري، يعني البورز الموجودة في البريتيوبولر كابيلري وحسب سماحة للسوليوت والسوليوت والووتر انها تدخل او تطلع منها. طيب انا لما اجي زي ما حسبت قيمة النت ريابسوربشن بريجر، عايز احسب قيمة الريابسوربشن كويفيشنت. الريابسوربشن كويفيشنت عشان احسبه اقوم احسب البريتيوبولر ريابسوربشن ريت. في بارت 1 من التيوبولر فانكشن قلت البريتيوبولر ريابسوربشن ريت 124 ميل بير مينيت، وقلنا هي بتشكلها من جزئية كبيرة من الجي اف ار اللي هو عامة بيكون 125 مليلتر بير مينيت. يعني عندي 1 مليلتر بير مينيت بيحصل له اكزكريشن. فالكمية 124 دي هاجي اقسمها على النتري ابزورشن بريجر اللي هي العشرة عشان اتحصل على الريابسوربشن كوفيشنت اللي هو 12.4 مل بير مينيت بير مليمتر ميركوري، وده هي الريابسوربشن كوفيشنت او قيمة الريابسوربشن كوفيشنت. كده تعرفت على البالك فلو، هو عبارة عن وجه اخر للفلتريشن. تعرفت على الفيزيكال فورسز، تعرفت على قيم الفيزيكال فورسز والمعادلة بتشبه الى حد كبير معادلة الفلتريشن، ما كان فيها اي صعوبة. فلو الواحد فاهم الجلوميرولر فلتريشن ريت ما هتصعب عليه البريتيوبولر ريابسوربشن. بعد كده نجي للريجوليشن. فانا لما اجي عايز اعمل ريجوليشن للبريتيوبولر ريابسوربشن، فبالضرورة اعمل ريجوليشن للتو سايد المؤثرة لي في البريتيوبولر ريابسوربشن، التو سايد اللي هم البريتيوبولر كابيلري والرينال انترسيشيوم. فلما اجي عايز اعمل كنترول للبريتيوبولر كابيلري لازم اعمل كنترول في اربع حاجات. اول حاجة لازم اعمل كنترول للبريجرز حقت البريتيوبولر كابيلري اللي هم الهيدروستاتيك بريجر والانكوتيك بريجر. لما اعمل كنترول للهيدروستاتيك الكنترول للهيدروستاتيك بريجر هعمل الكنترول ده عن طريقتين. اول حاجه اثر على الهيدروستاتيك بريجر عن طريق الاتريال بريجر. فانا لما ازيد الاتريال بريجر بالتالي هكون زدت الهيدروستاتيك بريجر اوف بريتيوبولر كابيلري. فانا لما زدت الهيدروستاتيك بريجر اوف بريتيوبولر كابيلري هكون زدت
الفلتريشن، فبالتالي هيكون عندي لو ري ابزوربشن. ده في حالة أنا عايز أقلل الري ابزوربشن. والعملية عكسية في حالة عايز أزيد الري ابزوربشن بإني أقلل البريجر الأتريال بريجر، بالتالي هكون قللت الهيدروستاتيك بريجر أو بريتيبولر كابيلري، قللت الفلتريشن. بعد في النهاية زدت الري أبزوربشن ريت. بطريقة تانية أقدر أأثر على الهيدروستاتيك بريجر بالريزيستنس، الأفرنت أو الإيفرنت أرتيريول ريزيستنس. كيف؟ أنا لو قمت عملت زيادة أو زادت عندي الريزيستنس، زادت الريزيستنس يعني عملت كونستريكشن، فهكون قللت الهيدروستاتيك بريجر أوف بيريتيوبيلر كابيلري. من عملت تقليل للهيدروستاتيك بريجر أوف بيريتيوبيلر كابيلري، بالتالي أنا قللت عندي زدت عندي لما عملت للإيفرنت للإيفرنت أرتيريول. صح، أنا هكون قللت الهيدروستاتيك بريجر بالنسبة بالنسبة للبريتيوبيلر كابيلري، لكن زدت الفلتريشن في الجلوميرولار، فهيكون عندي مور فلتريشن لود، بالتالي مور فلتريشن لود عن طريق الجلوميرولوتيوبيلر بالانس هيكون عندي مور ري ابزوربشن ريت. ده فيما يتعلق بالهيدروستاتيك بريجر. لما اجي اتكلم عن الانكوتيك بريجر واللي هي الفورس الثانيه المتعلقه بالبريتيوبيلر كابيلري، هاثر على الانكوتيك بريجر دي بتو ويز. الطريقه الاولى بالسيستميك بلازما انكوتيك بريجر، يعني تركيز البروتين في الدم عامه كده. فلما نكون اخذت هاي بروتين دايت او كده، هيكون عندي هاي بروتين كونسنتريشن. هاي بروتين كونسنتريشن معناته عندي هاي انكوتيك بريجر ان بريتيوبيلر كابيلري، وبالتالي الانكوتيك بريجر في البريتيوبيلر كابيلر هيزيد عندي الري ابزوربشن. بصوره ثانيه اقدر اثر على الانكوتيك بريجر عن طريق الفلتريشن فراكشن. كيف؟ فانا لما ازيد الفلتريشن فراكشن باي عامل من عوامل الكنترولر اوف جلوميرولر فلتريشن ريت، يعني بالمايوجينيك ريسبونس، زدت الفلتريشن فراكشن، ازيد بالتالي زدت يعني الكميه او النسبه اللي بيحصل بها الفلتريشن، بدل كانت 20% بقت 30-40 او اكثر، بالتالي هيكون زاد عندي البروتين كونسنتريشن في الجلوميرولاي، لان الفلتريشن بيحصل بس للوقت، بالتالي البروتينات هتتركز عندي في الايفرنت سايد، يكون عندي مور بروتين كونسنتريشن في الايفرنت سايد، هتمشي هتصل لي للبريتيوبيلر كابيلري، هيصل عندي البلد في البريتيوبيلر كابيلري بمور بروتين كونسنتريشن، معناته هيكون عندي مور ري ابزوربشن. وكده انا اثرت على الانكوتيك بريجر. العامل الثالث الممكن اثر به في البريتيوبيلر كابيلري اللي هو الانجيوتنسين 2 افكت. الانجيوتنسين 2 افكت انا ممكن اثر به كيف؟ باختصار الانجيوتنسين 2 بيعمل لي فازو كونستريكشن في الايفرنت ارتيريول. لما عمل عندي فازو كونستريكشن في الإفرنت في الأفرنت أرتيريول، معناته قلل عند الرينال بلازما فلو، معناته قلل الرينال بلازما فلو، فبالتالي هيكون زائد الفلتريشن فراكشن زايد عندي. زايد كيف وهو الرينال بلازما فلو عندي قال لي الفلتريشن فراكشن ثابت 20% من أي كمية بتصله، فهو ما بتأثر بنقصان أو زيادة، فالـ20% بتاعته دي هياخدها. فهو لما هياخد 20% من النورمال رينال بلازما فلو اللي هي 600، ما نفسها لما ياخذها ليه من كميه قال له، فنعتبر انه الفلتريشن فراكشن زايد، ف
فبالتالي لما يزيد الفلتريشن فراكشن ده هيكون نفس التأثير حق الفلتريشن فراكشن اللي قلته قبل شوية. هزيد عند البروتين كونسنتريشن في الإفرنت سايد, بالتالي في البريتيوبيلر سايد, فهزيد عندي الري أبزوربشن. المؤثر الرابع في البريتيوبيلر كابيلري اللي هو الفلتريشن كويفيشنت. فالفلتريشن كويفيشنت أنا من قبل بقول فلتريشن, هي ري أبزوربشن. إحنا هنا بنتعامل مع ري أبزوربشن بروسس نت فلتريشن بروسس. فهنا لما أقول أقول ري أبزوربشن كويفيشنت معناته هيكون عندي high surface area or permeability. لما تزيد عندي permeability of peritubular capillary أو surface area of reabsorption process معناته هيكون زايد عندي reabsorption coefficient. ومن المعادلة reabsorption coefficient بتناسب تناسب طردي مع reabsorption, فبالتالي هيكون عندي high reabsorption. والعكس صحيح, لو كان عندي decreased surface area or permeability هيكون عندي decreased reabsorption coefficient and decreased reabsorption. كده تكلمنا عن الريجوليشن اللي بتخص البريتيوبيلر كابيلوري. نجي نشوف الريجوليشنز اللي بتهتم بالانترسيشيوم او الرينال انترسيشيوم. اول حاجة الانترسيشيوم مرتبط او معتمد عندنا على البريتيوبيلر كابيلوري physical forces. كيف؟ لو كانت عندي زيادة في الهيدروستاتيك بريجر زي ما موجود هنا, high hydrostatic pressure of peritubular capillary or low oncotic pressure of peritubular capillary, ده هيعمل لي شنو؟ هيعمل لي high hydrostatic pressure في الانترسيشيوم. الهاي هيدروستاتيك بريجر في الانترسيشيوم هيكون منبني على الحاجة دي. منبني كيف؟ أنا لما نزلت الهيدروستاتيك بريجر أو بريتيوبيلر كابيلري, الهيدروستاتيك بريجر عكس الريابزورشن, فهيكون عندي مور فلويد بيحصل لها فلتريشن للرينال انترسيشيوم. والعكس برضو لو قللت الأنكوتيك معناته قللت الريابزورشن, معناته هيكون الفلتريشن هو المتغلب. في النهاية يحصل عندي accumulation of fluid في الرينال انترسيشيوم. الaccumulated fluid في الرينال انترسيشيوم هيزيد ليه الهيدروستاتيك بريجر of renal interstitium. فبالتالي كل الكلام ده أثر ليه سلبا على البريتيوبيلر ريابزورشن. فبالتالي هنا هتتكون عندي ما بنقول عليها نحن الإديمة. بصورة تانية اللي هي low hydrostatic pressure of peritubular capillary أو high oncotic pressure of peritubular capillary, العملية العكسية للميكانيزم السابقة. لو كان عندي low hydrostatic pressure في peritubular capillary يعني هيكون عندي low filtration, وهاي أنكوتيك بريجر معناته برضو لو فلتريشن, يعني في كلا الحالتين هيكون عندي مور ريابزورشن. فبالتالي مور ريابزورشن الفلويد أو مور شيفتنج للفلويد في اتجاه البيروتيوبيلر كابيلري معناته الفلويد الموجود عندي في الرينال انترسيشن بتكون أقل, بالتالي هيكون عندي لو هيدروستاتيك بريجر إن رينال انترسيشن. المحصلة العامة هيكون عندي ري أبزوربشن. فلما نحصل ري أبزوربشن للفلويد هيكون عندي السوليوت القاعدة في الرينال انترسيشيوم تعمل لي هايبر أوزمولور ستيت. هيكون عندي هاي أنكوتيك بريجر هاي أنكوتيك بريجر في الرينال انترسيشيوم. طيب وزي ما قلت انت عامل ايه هايبر اوزمولر ستيت سوري اي هاف ذا ثيرويد ذيس دايز سو ام سوري
لما يكون فبالتالي هيكون عندي الرينال الرينال انترسيشيوم هايبر اوزمولر. عندي خاصية معروفة اللي هي خاصية الموري ابزورشن. خاصية الموري ابزورشن كيف يعني؟ باختصار هيكون عندي مور ري ابزوربشن من التيوبيولر ليمن للانترسيشيوم. فبالتالي لما يكون عندي مور ري ابزوربشن طبعا احنا عارفين الواتر عنده خاصيه الاسموزيه من الاقل للاعلى، واحنا الرينال انترسيشيوم هايبر ازمولر معناته اعلى تركيز، هتمشي كلها في اتجاه الرينال انترسيشيوم. فده بيقلل لي الباك ليك اوف واتر ان سيليوت خاصية الباك ليك اوف واتر اوف سيليوت للتيوبيلر ليمن. خاصية الباك ليك هنتعرف عليها في بارت 2 من التيوبيلر فانكشن بصورة اوضح. بالاضافة لكده غير انها بتعتمد عندي على على البريتيوبيلر كابيلاري فيزيكال فورسز، بتعتمد على الفيزيكال فورسز حقتها هي. فالفيزيكال فورسز المختصة بها اللي هي الانترسيشيال انكوتيك بريجر والانترسيشيال هيدروستاتيك بريجر. فبصورة مباشرة لما يكون عندي هاي انترسيشيال انكوتيك بريجر، فبالتالي هيكون عندي قوة شغالة ليه ضد الريابزورشن، فضد الريابزورشن ماشي في اتجاه ماشي في اتجاه الفلتريشن، فبالتالي هيكون عندي لوري ابزورشن. وبصورة تانية في الانترسيشيال هيدروستاتيك بريجر، لما يكون عندي هاي انترسيشيال هيدروستاتيك بريجر، الهيدروستاتيك بريجر بالنسبة للانترسيشيال او الرينال انترسيشيوم بيكون ماشي ليه اوبزيت للري ابز بيكون ماشي ليه في اتجاه الري ابزوربشن، فهيعمل ليه مور ري ابزوربشن. معناته الهيدروستاتيك او الانترسيشيال هيدروستاتيك بريجر المور انترسيشيال هيدروستاتيك بريجر هيكون عندي more reabsorption and more interstitial oncotic bridger هيكون عندي less reabsorption. باختصار دي كانت البالك فلو او البريتيوبيلر reabsorption بالريجيليشن الخاصة بها. اتمنى المحاضرة كانت بسيطة وخفيفة ونالت على اعجابكم، وزي ما بنقول كل مرة نقدكم البناء يسعدنا. واعتذر مرة تانية عن القطوعات في الصوت، زي ما قلت لكم I have to throat، عشان كده أتمنى تلتمسوا لي العذر ولكم العذبة حتى ترضوا. ما تنسوا السبسكرايب واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.